حول فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ينضم إلينا مباشرة الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك كريم. هذا المعرض الذي يحمل اسم تراثنا له بالتأكيد رسائله وله الحالة الخاصة به التي يرسخها من خلال العارضين ومن خلال منتجاتهم. انقل لي الصورة حية من خلالك كريم، تفضل. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذا المعرض له حالة خاصة، حالة هي بالطبع ليست مصرية فقط بل هي حالة مصرية عربية. لماذا نطلق عليها حالة مصرية عربية؟ لأنها مشاركة للحرف اليدوية المختلفة والمتنوعة المصرية وبمشاركة أيضا بعض الدول العربية. إذا تحدثنا عن المشاركة المصرية، هذه المشاركة المصرية في تراثنا في النسخة الرابعة بالطبع لها طبيعة خاصة، لأنها من أهدافها الأساسية هي الحفاظ على الهوية المصرية، الحفاظ على الحرف التراثية اليدوية المصرية. ربما ما أكثر ما نشتهر به من الحرف اليدوية هي الحرف الخاصة بأبناء شمال سيناء وجنوب سيناء، هذه الحرف من إكسسوارات وملابس لها أيضا شكل فريد ومتنوع بالطبع لهذه الأماكن التي لها كما ذكرنا طابع خاص. هناك أيضا الجزء الخاص بالخزف والفخار، هناك أيضا عدة عارضين يعملون على الخزف والفخار. وهذا المعرض أيضا ربما المميز ليس فقط عرض هذه الحرف المختلفة، ولكن أيضا هناك تعامل حي لهذه الحرف، أي إنشاء هذه صناعة هذه الأدوات والملابس والفخار هنا داخل المعرض في حد ذاته. لذلك من الممكن مشاهدة هذه الأشياء أثناء صناعتها داخل المعرض. هنا نتحدث كما ذكرنا عن الجانب المصري، ولكن هذا المعرض في هذه المرة بمشاركة 5 دول عربية، وهم ليبيا والسودان والأردن والسعودية والإمارات، يشاركون أيضا بالحرف الخاصة بهم ويشاركون ب يعني تراثهم المختلف. هناك أكثر من هناك 1116 عارض داخل هذا المعرض الذي يستمر حتى 15 من الشهر الجاري، ومشاركة نسائية تصل ل 69% من العارضين داخل المعرض. هناك أيضا جناح خاص بمبادرة حياة كريمة، وهو أيضا جناح ليعرض الإنجازات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في الريف والقرى المصرية بشكل عام، بالإضافة لجزء هام جدا وهو يرتبط بالتغيرات البيئية والتغيرات المناخية وكوب 27 الذي سيعقد في نوفمبر القادم، وهو جزء خاص بالمواد الصديقة للبيئة برعاية إحدى البنوك الخاصة لعرض المنتجات وإعطاء الفرصة لأصحاب الأفكار والمبدعين لعرض منتجاتهم المتنوعة. ولكن ربما هذا القسم يختص أكثر بالمنتجات الصديقة للبيئة، بجانب أيضا أن هذا المعرض بالطبع تحت مظلة مشاريع جهاز تنمية المشروعات، وهناك أيضا قسم خاص داخل المعرض لخدمات الجهاز بشكل عام لتعرفة المواطنين، وأيضا يعد فرصة كبيرة للعارضين للتبادل الخبرات بينهم وبين بعضهم البعض، وأيضا الاستعانة بخبرات جهاز تنمية المشروعات. كما ذكرت كريم، العديد من الفرص متاحة في معرض تراثنا بالتأكيد من خلال عدد العارضين ومن خلال المنتجات المختلفة المتنوعة المصرية والعربية. شكرا لك كريم بيبرس من معرض تراثنا.